أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية قافلة طبية وبيطرية مجانية في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني لتقديم خدماتها للمواطنين في جميع المحافظات. نحن النهارده موجودين في قرية أولاد سيف مركز بلبيس محافظة الشرقية، عندنا قافلة طبية في جميع التخصصات الطبية، وكمان معانا ان احنا بنقدم العلاج المجاني لجميع المواطنين في كل التخصصات الطبيه. فاحنا ده كله احنا بنعمله امتداد يعني لمبادره السيد الرئيس مؤسسه حياه كريمه، امتداد لمبادره حياه كريمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث ان احنا نرتقي بمستوى الخدمه الطبيه المقدمه للمواطن في كل قرى ومراكز مدينه بلبيس ومحافظه الشرقيه كلها يا فندم. دي القافله الثانيه لحياه كريمه في مركز مدينه بلبيس. احنا النهارده متواجدين في قريه اولاد سيف، بنوصل الدعم للسيد رئيس الجمهوريه طلبه ان هو يوصل لاهالينا في اقصى اماكن محتاجه، ودي طبعا تحت تطوير الريف المصري. والله انا عرفت ان في هنا في البلد يعني حياه كريمه بتكشف، وزعف الميكروفون ان في كشف بلاش وكده يعني، فحبيت اجي اكشف واكشف على اولادي، ودخلت للدكتور وهنا ناس كويسين يعني ومحترمين وبيستقبلونا استقبال حلو. انا كشفت بطنه ولابني اولادي، كشفت عليهم بطنه واطفال، وكشفت لي انا عظام، وحتى الدكتور محترم انا قال لي اعملي اشعه. دي قافله طبيه وقافله بيطريه، طبعا المستهدف من القافله احنا بنستهدف القافله ممكن يبقى 300-400 حاله. طبعا انا حابب اقول ان دي تاني قافله في مركز بلبيس على مدار اسبوعين. احنا بنشكر الناس اللي جيلنا، الدكاتره اللي جيلنا في القافله الطبيه، بنشكرهم ونوروا بلدنا، والف شكرا ليك. لا كشف جميل قوي بصراحه، وابني كان عنده حساسيه صدر من اول الشتاء وهو يكح، كتبت لي على اكياس وحاجات حلوه يعني. انا متطوعه تبع حياه كريمه تبع القافله، جايين هنا نناشد المبادره يعني، اي حد مثلا عايز يجي يكشف على اي حاجه احنا بنساعده، عندنا هنا كل الكشوفات متاحه يعني، وعندنا كل الاطباء. بنعمل دور ارشادي توعوي، بحيث ان احنا بنعمل على رفع الوعي البيطري للمواطنين ومن اهالينا في اولاد سيف النهارده، بحيث ان احنا بنقول لهم ازاي ان هو يعملوا وقايه للحيوانات وللماشيه بتاعتهم من الامراض المختلفه.